يا مساء الخير، طبعا رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا زيزو ما تنزل لكم فيديو في هذا الوقت الا اذا كان في خبر حصري او في حاجة جديدة. فاذا ما انت مشترك في القناة فاشترك في القناة. خلينا نوصل كام 15,000، ما بقي لنا مرة استاهل 15,000. طيب فيديو اليوم راح نتكلم فيه عن تحديث افاتار. وتتوقعه في تحديث هذا الاسبوع؟ ما ادري، ماني متأكدة، بس انا توقعاتي انها تقول ما في تحديث هذا الاسبوع. اوكي طيب، انت مسوي المقطع يا زيزو هذا ليش؟ مسوي المقطع عشان اقول لكم انه تحديث شو اسمه، هو اخر المحل الاثاث افاتار وورد قاعدة تجهز وبتشتغل عليه، والتحديث هذا ما هو جاهز لسه، يعني ما راح ينزل هذا الاسبوع ولا الاسبوع الجاي، لا الاسبوع الجاي يمكن. نحن الحين كم؟ 20 مارس، هم قالوا منتصف ابريل. طيب يعني منتصف ابريل يعني ادونا اسبوع، الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده، يعني زي اللي سووا لنا قبل الفيديو اللي قصد التحديث اللي قبل اللي هو تحديث البيت، شهر كامل بعدين نزلوا لنا تحديث، صح ولا لا؟ طيب دحين كمان شكلهم حيسووا نفس الحركة، شهر ما حينزلوا ولا شيء، بعد كده بعد كده يقوموا ينزلوا لنا التحديث القادم اللي هو تحديث محل الاثاث. اللي ما يعرفوا، في مشتركين جدد اصلا ما يعرفوا اللعبه واحد اسمها افاتار وورد، ثاني شيء اللعبه المكان اللي نحن بنتكلم عنه ليش ظلام؟ المكان اللي نتكلم عنه المكان هذا البرتقالي اللي مره يجنن، اللي هو محل الاثاث، مره متحمسين. محل الاثاث ده راح يكون فيه له كل الاشياء اللي نحن نحتاجها يا حبايب. طيب طيب فين الدليل يا زيزو؟ انت قلتي لنا انه ما راح يكون في تحديث ولا هم يحزنون ولا شيء، فين الدليل؟ طيب دحين راح اوريكم دليل شو اسمه التحديث نفسه. ايش بعده معلقه كده؟ ترى لنا اللعبه من يوم ما اشتريت الحزم واللعبه صارت مره تعلق، ترى اللعبه صارت مره ثقيله حرفيا، مره تعلق تتعبني وقت التسجيل وكذا، فا والله مره مقهوره. طيب يا حبايب شو اسمه، بكره حينزل ان شاء الله فيلم، لا مو فيلم، نقول مسلسل، يمكن اول مسلسل في هذه القناه تقريبا راح يكون، مو اول ثاني، في عائله مروه بس ما جاب مره تفاعل زي كذا، عشان كذا وقفت وما كملته. طيب وحيكون مره حلو عن القصر وملكات واميرات وهيك، يعني في اشياء مره حلوه. خلاص يا حبايب والله ما راح اكثر عليكم، دحين راح استعرض لكم المقطع اللي افاتار وود نزلوه لنا. زي ما انتم شايفين نزلوه سون، مكتوب قريبا انه هذا هو المكان اللي قريبا راح ينزلوا، مو قريب يعني هم حينزلوا. واو شايفين قاعدين يكنسوا وينظفوا الارضيات، والله شكله التحديث دمار دمار دمار. شايفين كيف في له مره حاجات تجنن؟ شوفوا كيف يعني، حتى ايش اسمهم يجوا، هم شكلهم هم يجوا ينظفوا لنا البيت ويغيروا لنا الوان البيت وزي كذا، يعني عرفتوا شكله كذا، انا كذا حاسه راح يكون التحديث. وانتوا ايش تحسوا؟ اكتبوا لي في التعليقات، يعني انه بس نروح ناخذ الكراتين، شوفوا اللي فوق فيه ولد فوق كمان برضو قاعد يرتب كراتين، والله مره متحمسه، حدي متحمسه للتحديث، مره متحمسه للتحديث هذا. وانتوا قولوا لي نسبة حماسكم للتحديث هذا، ما ادري ايش راح ينزلوا، ما في مكان تاني، جالسة ادور اقول يمكن في اضافات راح تكون، يعني يمكن في اضافة، قاعدة ادور ما في مكان كتبوا عليه قريبا او شيء، ويمكن ينزلوا لنا مكان يعني جديد كده، لانه اول هم قالوا لنا في مطار، اتوقع بيحطوا مطار مطار، ايوه مطار وملاهي مائي. الملاهي المائي كمان لسه ما نزلوا، اتوقع انه الملاهي المائي يبغوا للصيف، والله اعلم، ترى هم مره مرتبين ما شاء الله، ملاهي مائي ومطار وبيت، فالبيت خلاص نزلوه اللي هو البيت هذا هو الوردي. طيب بيت نزلوه وملاهي مائي ومطار، وش الحاجه الثالثه؟ والله ماني عارفه، ناسيه ناسيه، في حاجه ثالثه كمان واللي هي رابعه برضو قالوا ايش اسمه حينزلوها وزي كذا، فما ادري. شايفين ما في شيء، يعني دورت ما في حاجه، يعني ما في حاجه انه يكون في تحديث، يمكن يعني ينزلون لنا اسرار، يمكن يقولون لنا على اسرار وزي كذا ونحن نشوف هذه الاسرار. فاكتبوا لي كمان تحت في التعليقات الاسرار اللي عندكم، ابغى اسرار جديده كذا فاكتبوا لي هي،
وقالوا هم انه في نفس الرسالة اللي هم نزلوا لنا هي قالوا انه راح يكون في رسالة، قالوا انه راح يكون في شو اسمه راح يكون الهدف في الشهر الجاي، مو في هذا الشهر، قالوا منتصف كمان الشهر، يعني يوم 15 ابريل تقريبا، يعني 15 14 13 ما ادري كم بالضبط، بس قالوا منتصف ابريل هم قالوا كده. فانا ما اعرف، بعدين لحد يقول لي يا كذابه، يعني شوفوا من بدري انا قلت لكم، بس انه التحديث ما بينزل، وانه هذا دليل خلاص قالوا انه في منتصف ابريل، ما ادري يوم كم، بس بينزلوه في منتصف شو اسمه في منتصف ابريل. طب بتاكد دحين ايش هي الثلاثه الاشياء اللي هم قالوا لنا؟ ملاهي مائي ومنزل جديد ومطار وسينما. ممكن يفتحوا لنا السينما تحسوا؟ ما ادري، احس لسه هذه الاشياء كلها، احس افاتار وورد صاروا تقال، ما قاعدين ينزلوا تحديثات ورا بعض، يعني صاروا ياخذوا وقت وبعدين ينزلوا تحديث وقت، مو زي اول اسبوعين اسبوعين اسبوعين. تتذكروا الاماكن هذيك كيف فتحوها؟ محل الحيوانات، المخبز، المدري ايش، كلها كده ورا بعض ورا بعض. الحين مره احسهم صاروا ما ينزلوا الالعاب قصدي التحديثات بسرعه، يعني في ملاهي مائي، حيكون ملاهي مائي وفي مطار وفي سينما، في ثلاثة حاجات برضو افاتار وورلد وعدونا بيها وقالوا لنا راح ننزل، يعني هيسووها. وهم هنا الحين كمان في المقطع هذا قالوا ترى نحن نسمعكم ونعرف انتوا ايش تبغوا، وهذا نحن قاعدين نشتغل عليه، هو مو هو جاهز، قاعدين نعمل عليه ونبغاه يطلع بشكل مذهل ورائع وزي كذا. يعني انا بقول لكم بمفهومي انه بشكل مذهل ورائع، بعدين يعطونا التحديث هذا. يعني ما شاء الله عليهم والله، مرة 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 قاعدين يبدعوا. أنا كمان يعني عن نفسي أبغاهم شوية، خليهم يرتاحوا، خليهم لي بعد العيد بعدين ينزلونا تحديث، ولا إيش رأيكم؟ أحس دحين الناس كلها خلاص لاهية، خلاص نبغى نصلي نتعبد نسوي حاجات زي كذا، خلاص يعني مو قد كذا يعني مع الجوال وكذا. فما أدري أنتوا قولوا لي إيش رأيكم؟ أنا أبغى التحديث ينزل في العيد خلاص، مو بعد سادس يوم العيد، لما نخلص عيد شايفين كيف؟ لما نخلص العيد ابى التحديث ينزل. طيب انا قررت اني اقول لكم واخبركم انه بكره ما بكره احتمال كبير ما راح يكون في تحديث، يعني اذا كان في تحديث ما حيكون تحديث محل الاساس، يعني تحديث محل الاساس لا الاسبوع هذا ولا الاسبوع الجاي، ما في تحديث محل الاساس قريبا قريبا قريبا، ما في تحديث محل الاساس، يعني لسه يبغى له وقت محل الاساس، قاعدين لسه هم بيشتغلوا على المحل. وقولوا لي مواقع تواصل انتم كم مره اقول لكم، قولوا لي موقع انتم بتستخدموه، ابغى يعني بشوف كثير، يعني مثلا تيك توك ولا سناب ولا انستغرام، من انستغرام مو قد كده معه ولا احبه، بس قولوا لي تيك توك ولا سناب ولا انستغرام، اي شيء اللي انتم تحبوه او اللي انتم تقدروا تستخدموه اهاليكم يرضوا انكم تستخدموها، اكتبوا لي في التعليقات عشان انا كمان احمل واعمل هذا واعمل حساب فيه، وعشان ابغى اسوي مسابقه كده خفيفه. المسابقه طبعا راح يكون راح تكون الهديه مني انا، يعني ما راح اقول لكم انتم اختاروا الشيء اللي انتم تبوه، انا راح اختار شيء على ميزانيتي وافوز كذا شخص، وان شاء الله انه تعجبكم. ابغى اسوي مسابقه، بس انتوا قولوا لي ايش هو الحساب. اول شيء لازم يكون عندك حساب بنكي، غير كده انا ما اعرف كيف احول لكم الفلوس او انه افتح لكم حساب، ما اقدر. فبس والله هذا هو مقطع اليوم، من هذا المقطع لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، ويلا وصلوا لي 20,000 مشترك، باي باي.